مش كل الناس تقدر تعمل كده، لكن في ناس قدرت تعمل ده، انه انا مش هرتبط، انا مش هتجوز واشغل نفسي ببيت وعيال، لانه المتجوز هيحتاج يرضي زي ما بيرضي الرب بيرضي كمان الزوجة والاولاد، عنده تبعية وعنده مسؤولية هو مسؤول عنها، مسؤول عن بيته، مسؤول عن اولاده. ناس كتير كانوا مثلا خدام اهملوا بيوتهم، فبيوتهم حصل فيها مشاكل فاثرت على خدمتهم. لكن في ناس تانيين قدر ان هو يقول انا مش هتجوز، انا هعيش حياتي للمسيح، انا هخدم ربنا، فانا مش محتاج اتجوز، وحط نفسه هو اللي وضع نفسه تحت النير ده علشان خاطر ربنا، علشان خاطر خدمه الله، علشان يقدر ياخد كل وقته للخدمه من غير ما يكون عنده اي معوقات تانية او اي مسؤوليات. طب ده مش اهانه للجواز؟ اجيب لك شهاده واحد من هؤلاء الذين خطوا انفسهم لاجل ملكوت السماوات، الا هو بولس الرسول. سواء كان ارمل او لم يرتبط على الاطلاق مش هنختلف، لكن هو قرر انه لن يرتبط بامراه لاجل امتداد ملكوت الله ولاجل تتميم الخدمه. لكن هو نفسه يشهد عن الزواج ليكون الزواج مكرما عند كل واحد. فمش معنى انه في واحد هيقبل لاجل عمل الله ان يكون بلا ارتباط ان ده يقلل من الزواج، بل يجب ان يكون الزواج مكرما عند كل واحد. اشكركم شكرا جزيلا.